عليكم، عاملين ايه يا رجاله؟ النهارده جي ام منزل ايفنت جديد. الايفنت الجديد بيتكلم عن ايه؟ هو الايفنت هيدينا اسلحه والروبون. الروبون ده طبعا مع الناس كلها، بس في شرط انك لو عايز تحافظ على الروبون لازم تتبع الشرط ده. اول حاجه الايفنت ده يفضل شغال من يوم 1 مايو لحد 31 مايو، ماشي؟ لو عملت المهمات اللي احنا بنعملها كل يوم، لو عملتها وكملتها وخلصتها في 15 يوم مختلفين، يعني كل يوم تعمل لك المهمة ويعد 15 يوم، يعني من الاخر كده تعملهم 15 يوم، ماشي؟ تاخد العادة 30 يوم، القنبلة 30 يوم، والفوزة 30 يوم، ولو مثلا الوقت الدراسات ده 30 يوم، والروبوت ده طبعا مع الناس كلها. بس عشان تحافظ عليه لازم 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 تعمل المهمات دي، ولو ما عملش المهمات دي والروبوت ده ضاع عندك، يعني اختفى عندك، دوت الروبوت ده للاسف مش هتعرف تجيبه تاني. الروبوت ده لازم تحافظ عليه عشان لو اختفى او اتاخد منك مش هتعرف تجيبه تاني خالص، ماشي؟ زي ما قلنا لازم تعمل المهمة 15 يوم مختلفين، وهتاخد كل الهدايا دي، وان شاء الله تقدر تحافظ على الروبوت. بس هو ده كان الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون الشرح عجبكم. متنسوش اللايك وتعملوا زر السبسكرايب عشان نقدر ننزل فيديوهات اكتر. كان معكم محمد من قناة مبدع اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.